السحر موجود في القرآن، بس السحر اللي في القرآن معناه خفة اليد، وده أكبر وأكبر دليل على كده قصة سيدنا موسى عليه السلام، إن هما كانوا بيعملوا خفة يد، والحاجة الحقيقية اللي اتغير اللي هو عصا موسى اللي هي اتحولت لتعبان، دي الحاجة الحقيقية. لكن السحرة أو السحر اللي هو الناس اللي هي بتستخدم خفة اليد، فما فيش حاجة اسمها سحر، وما فيش حاجة اسمها جن بيخش جسم الإنسان. ولو حد شفته مثلا في التلفزيون او على النت، او حد من صحابك او جيرانك عنده تشنج او صرع او حاجه زي كده، او بيقول كلام غريب، ما فيش حاجه اسمها عمل ولا الكلام ده او جن بيخش جسم الانسان، لا، بيبقى عنده حاله نفسيه، بيروح لدكتور نفساني، انصحه يروح لدكتور نفساني، بعد اسبوع اتنين بيبدا ياخد علاج، بيبدا يتحسن، طبعا مع اللي هو بيبدا يغير من نمط حياته بيبدا يتحسن. وطبعا اطباء نفسيين عندهم علم اكتر مني في الموضوع ده. فالسحر في القران معناه خفه اليد، وطبعا الازهر الشريف طبعا قايل كده برضه. فحرام نتهم الجن كلهم انهم يعني مخلوقات وحشه وبتضر الانسان، وهم اصلا في عالم تاني يعني غريب عننا خالص. فما فيش حاجه اسمها كده يعني. فالأزهر الشريف هو برضو مفسر موضوع السحر إن هو خفة اليد، وما فيش حاجة اسمها جن بيخش جسم الإنسان، وأي مشكلة بنشوفها من زمان دي مشاكل نفسية، الناس بتروح المستشفى أو بتروح لدكتور نفساني، الموضوع بيتحل على قد ما بيقدروا يعالجوا بس. وربنا ينور بصيرة الناس، وما فيش حاجة اسمها بقى الرقية الشرعية والرقية غير شرعية، لا، القرآن كله واحد، ده كله جهل للأسف ورسناه. وهتلاقوا الموضوع ده فين بقى؟ في المغرب، مصر، شوية في الجزائر، في المكسيك، لكن كل العالم ما فيش سحر، هو بس في الدول دي. فياريت الموروث اللي احنا ورثناه، الورث من الجهل اللي احنا ورثناه، في 2022 والسنوات الجاية نحاول نفهم الناس في المدارس وكده ان ما فيش حاجة اسمها كده. والسلام عليكم.